هذه هي الدفعة الأولى من السلة الغذائية التي تم توزيعها على المواطنين من فرع تجارة المواد الغذائية في ذي قار، بالوقت الذي واصل فيه الفرع باستلام مواد التجهيز من وزارة التجارة، وضمن خطة أعدها الفرع ووفق مواعيد محددة لا تقبل التأخير، تتواصل عملية التجهيز والتسليم للوكلاء في أقضية ومدن الناصرية. تمت المباشرة بتجهيز المواد الغذائية لفرع ذي قار وحسب الجدول المعد لهذا الغرض، وتم تجهيز المواد بانسيابية عالية، وتم تجهيز كافة المناطق بالمواد المتوفرة. دائرة الرقابة نستقبل شكاوى المواطنين ونستقبل شكاوى الوكلاء في حال وجود يعني نوعا ما نقص في الأوزان، أو قد يكون هناك إشكال في نوعية المادة المجهزة من قبل الشركة، وبالتعاون مع مدير فرع الشركة في ذي قار يتم احتواء هذه الأمور. نستقبل شكاوى المواطنين في حال عدم التجهيز من قبل الوكلاء. ومع اقتراب شهر رمضان الكريم يتطلع المواطن إلى اهتمام أكبر لزيادة في مواد السلة الغذائية وعدم احتكارها بالأسواق أو خشية صعود الأسعار مع استلام الدفعة الحالية. احنا مواطنين جينا نستلم المواد الغذائية مال هذا الشهر، ونتأمل من الدولة إن شاء الله خير بزيادة الحصة التموينية لنا بشهر رمضان القادم، ونتأمل منهم خير بزيادة كمية كاملة إن شاء الله. احنا سواق سيارات الحمل جاي ندخل بسهولة ونستلم المواد ونوزع على الوكلاء بسهولة، وما عندنا أي مشكلة. للعراقية الإخبارية محمد الهلالي، الناصرية.